اليوم اللي بيميز قرنفلي انه لما بلش بلبنان كان ستريت فود لبناني، عندك المشوى وعندك الشاورما بالتراديشنال او بالطريقه التقليديه. لا بعرف قد ايه المطبخ اللبناني اليوم مشهور بالعالم وموجود وكل الناس بتحبه، بس حقيقه كان كثير مربوط بقديش التالنت اللي بيشتغلوا فيه والناس اللي بيشتغلوا فيه هن كثير اساسيين ومهمين بهالريستورنت تحديدا. الهدف منه انه نحافظ على الكواليتي اوف فود، السرعه بالاكل، تيست لبنانيه، ويقدر يكون الكونسبت عنده الاوثنتسيتي بالطعمه طبعا.